رأس الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا استثنائيا للجنة العامة للمؤتمر الأربعاء خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها تحديات استمرار العدوان السعودي الغاشم وما يتعلق بمشاورات السلام في الكويت. في الاجتماع تحدث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مجددا شكره وتقديره الكبيرين لصمود شعبنا اليمني العظيم في مواجهة العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر المفروض عليه، مجددا موقف المؤتمر الصامد في مواجهة العدوان والوقوف إلى جانب قضية الشعب اليمني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار والتجويع. شدد الزعيم صالح على ضرورة تماسك وتوحد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان والعمل على كل ما من شأنه تحقيق التوافق بين القوى الوطنية الرافضة للعدوان وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله. أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام على ضرورة الالتزام بخطاب سياسي وإعلامي مسؤول يسهم في توحيد الجبهة الداخلية، مشددا على أن المؤتمر الشعبي العام ليس مع عداء مع أحد، ويدعو للتصالح والتسامح مع كل القوى السياسية الخيرة والتي تحمل هم الوطن لما فيه مصلحة اليمن، حثا على نشر ثقافة التسامح والمحبة والإخاء والتوحد والصمود في وجه العدوان والكف عن المهاترات والمكايدات التي لا تخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل ما تتعرض له اليمن من عدوان سعودي غاشم وحصار جائر ومؤامرة تستهدف وحدته وسيادته واستقلاله. هذا وقد استمع الاجتماع إلى تقرير من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورئيس وفد المؤتمر المشارك في مشاورات الكويت الأستاذ عارف عوض الزوكا حول آخر التطورات المتعلقة بما يتصل بالمشاورات وموقف المؤتمر الشعبي العام منها. وقد جددت اللجنة العامة مواقف المؤتمر المبدئية والثابتة من القضايا الوطنية وفي مقدمتها مواجهة العدوان السعودي المستمر والحصار الجائر، مشيدة في الوقت نفسه بالصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان، مؤكدة على ضرورة تعزيز التلاحم والصمود الداخلي. أكدت اللجنة العامة جاهزية وفد المؤتمر الشعبي العام لاستئناف مشاورات الكويت والعمل بما من شأنه إيقاف العدوان المستمر ورفع الحصار الجائر والحفاظ على ثوابت الوطن المتمثلة في وحدته وسيادته واستقلاله وتحقيق السلام الشامل والدائم. وحيت اللجنة العامة أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وكل المتطوعين في جبهات الصمود والدود عن الوطن في وجه الغزاة والمرتزقة. هذا وناقشت اللجنة العامة عددا من القضايا المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.